السلام عليكم شبابنا الجميلين واللطيفين والمبدعين. بدقائق معدودة كلش قليلة راح ندرس محاضرة الكلر فيجن، اللي هي واحدة من أجمل محاضرات الفصل العملي. فنبلش بها حتى يعني نخلصها بوقت قياسي، لأن هي كلش قصيرة، صفحتين بس. يقول لي there are two types of photoreceptors in the human retina. احنا عندنا، اذا شفتوا ياي محاضرة الـ visual acuity، شفنا انه عندنا بالعين مالتنا عندنا lens بالبداية تسقط عليها الاشعة، وبالنهاية اكو retina اللي هي يعني بعد اللينس تتجمع على الرتينة. اوكي، قلنا اذا سقطت خلف الرتينة شنو يعني هذا المرض، اذا اللي هو هايبروبيا، اذا قبلها انا عندي مايوبيا، وهكذا على الرتينة. فهاي الرتينة هي مكان من يسقط عليه الضوء راح تتحول هاي اعازات ضوئية الى اعازات نيورال عصبية كهربائية تروح للدماغ. اوكي، وهناك بالدماغ يفسرها انه هذا اللي ويحللها ويميزها. هاي يعني قدامي دا اشوف قلم، دا اشوف كتاب، دا اشوف منظر طبيعي، يعني يحللها. فهاي على الرتينة يقول لي اكو نوعين من الفوتو ريسبترز، مستقبلات الضوء. اوكي، شنو ذني؟ وقسم يصرحوا لهن رودز وقسم يصرحوا لهن كونز. قبل لا نبدي بالشرح خل احكي لكم شنو رودز وشنو كونز. احنا عندنا بالليل وعندنا بالنهار. بالليل اني استخدم الرودز اكثر شيء، يعني من اقول ليل يعني اقصد فد مكان حد لو لايت، لو ليفل اوف لايت انفايرمنت، يعني بيئه بها الضوء قليل، حتى لو بالنهار بس غرفه مظلمه، هذا قصدي. فبالليل او بالبيئه اللي تكون مظلمه انا استخدم الرودز. الرودز تكون حساسه للضوء، بس شنو تميز لي الوان الضوء وكذا؟ لا، ما تميزهن. اوكي، لذلك يعني مثلا من ادخل غرفه ظلمه وابدي اشوف بيها راح اشوف انه قدامي هذا الشيء، بس الالوان ما اقدر اميزها بشكل واضح. بينما الكونز شغلها اكثر شيء بالنهار او البيئه اللي بيها ضوء. هاي تميز الالوان، ما بيها كلش حساسيه قويه للضوء، يعني مثل الرودز شغلها انه تتحسس للضوء حتى لو كان قليل. الكونز لا، تحتاج ضوء زين، يعني ضوء هواي خلي اقول، وراح تميز لي الوانه. اوكي، فاحنا كلر فيجن راح ندرس على الكلرز، فاكيد شغلنا وين راح يكون؟ يعني شيء بديهي على الكونز. فقبل لا يبدي على الكونز يقول له rods are more sensitive to light than the cones، هي اكثر حساسيه للضوء، لذلك قلنا شغلها بالليل او باللو ليفل اوف لايت انفايرمنت، يعني بيئه ما بيها كلش ضوء عالي. however they are not sensitive to color، يعني ذن rods مو حساسات للون، هن حساسات لللايت، انه هاني جاني لايت بس اللون مال هذا اللايت مو كلش الهن حساسات له. they are not sensitive to color. consequently rods are responsible for vision at low light levels، يعني بالاجواء اللي تكون بيها low light، اوكي، مستويات قليلة الرؤية مثل الليل، مثل غرفة ظلمة كذا. cones on other side، الكونز بيها on the other hand mediate color vision، هي راح تنطيني الكلر فيجن. there are three types of cones in the eye، انا عندي ثلاث انواع من الكونز اللي هي تتحسس للضوء. اذا تذكرون درس الفنية وايام المتوسطة والاعدادية كانوا يعلمونا انه عندي الوان اساسية والوان ثانوية وبعدين ثلاثية، ما ادري شلون. انا شغل اليوم على الاساسية، كانن ثلاث الوان فقط اللي هن الاحمر والاخضر والازرق، اوكي، رادي جرين بلو. ذني الالوان الثانوية وبقية الالوان كلهن تنتج من مزج ذني الالوان مع بعضهن بنسب معينة. اوكي، يعني رد وجرين ينطيني فد لون معين، الاحمر والاخضر، الاحمر والازرق مثلا ينطيني بنفسجي، وهكذا. هيومن اي، فلذلك الكونز بها ثلاث انواع حسب ذني الالوان الاساسية. شنو ذني الالوان الاساسية؟ رد وجرين وبلو. اوكي،
human eye can detect almost all gradations of color when يعني كل تدرجات اللون بنفسجي اخضر مزرق ما اعرف شنو اي الوان ذني اللي قدامنا الوردي كل الالوان البرتقالي كلهن تميزهن من خلال شنو when only red green and blue monochromatic lights are approximately mixed in different combinations يعني هاي الصبغ صار لها ميكسينج بنسب مختلفة راح اقدر اشوفها اوكي normal color vision is called trichromacy trichromacy هاي normal color vision هاي ممكن تجينا MCQ the color blindness يعني عمى الالوان is an inherited sex linked recessive condition يعني شنو يعني هي حالة متنحية مرتبطة بالجنس من اقول مرتبطة بالجنس sex linked يعني هاي موجودة بالميل اكثر او بالفيميل اكثر زين بهذا موضوع نحن اليوم شنو الكالر بلايندنس هاي موجودة بالميل اكثر اوكي بالذكور اكثر فهي بالميلز occurs in 8% of male Caucasian population هاي فحصوها بمجتمع Caucasian population لقوها 8% موجودة بي بينما بالفيميل لقوا نص بالمية يعني 0.5% فشوف القد كمية قليلة بينما بالميل كمية كبيرة فلذلك هي يعتبروها من الأمراض اللي سكس لينكت مرتبطة بالجنس These abnormalities are due to the شنو سببها؟ Abnormal gene on the X chromosome عندي هذا انا عندي كروموسومات اكس واي على الاكس عندي جين واحد هي جين صغيروني صاير بي ابنورمالتي طلع الانسان انولد عنده عمى الوان شوف اشوف الدقه سبحان الله كونز اذا كومبليتلي ابسنت الكونز اللي هي تميز الالوان يا اما تكون كومبليتلي ابسنت بالتالي هذا ما راح يقدر يشوف اي لون وهي نادرا ما اور ديفكتيف يعني اور ديفكتيف شنو ديفكتيف يعني بيها هي موجودة بس بيها خلل اوكي وهو هذا الشائع and the severity of the condition ranges from mild to severe حدة هذا المرض عمل الألوان يختلف مستويات ممكن يكون بسيط ممكن متوسط ممكن severe the condition affects certain daily activities like workplace driving or preparing food يعني أكثر يعني من المشاكل اللي تعتمد على عمل الألوان اللي هي السياقة لأنه عندك إشارات المرور تعتمد على الألوان الأحمر والأزرق والأخضر فعفواً الأحمر والأصفر والأخضر الأزرق الجابة من النص ما أدري أي فذن الألوان الرئيسية هو ما راح يعني ما يشوفهن في الإشارة تنعلق تنفتح كذا هو ما راح يحس فهاي تأثر على حياته اليومية ممكن بالعمل مالته ف other causes of color blindness شنو احنا قلنا السبب هالأول اللي هو الجين وراثي اكو اسباب ثانية ممكن تسببها بس هو السبب الاكبر هو الوراثي disease like diabetes mellitus ممكن يأثر مرض عصبي اسمه multiple sclerosis ممكن يأثرها aging or medications تقدم بالعمر مرات شخص بس تقدم بالعمر صار عنده هيك color blindness مرات فدواء معين علاج معين أخذه سبب له هذا الشيء طيب types of color blindness by clinical appearance احنا بنشوف هيك سريريا راح نشوف اكو نوعين من ال color blindness نوع total color blindness وهو هذا غير قلنا قبل شوية نادر واكو partial color blindness يعني عمى جزئي هذا partial color blindness هو يشوف الالوان طبيعي بس اكو عند الوان فد متقاربة او هيك ما يميز بيناتها يعني شلون اكو شخص يشوف كل الالوان طبيعية عدا الرد والجرين ما يميزهن كلش ما يميز بين الرد والجرين فالازرق والاحمر color blindness is the most common one هذا اكثر شيء شائع patient mainly confuse red with green blue with purple ما يميز بين الازرق الريد والجرين ما يميز البلو ويا طبعا جرين يعني اخضر البلو ازرق المهم ما يميز بين البلو الازرق والبيربل البنفسجي وهكذا اكو بلو يلو كلر بلايندنس بين البلو بين اليلو
اوكي patient confuse blue with green, yellow with violet. الفيولت هو نفسية البنفسجي, ما يقدر يميز بين ذنين. فهذا كله هو partial color blindness. اوكي هو اي مرض اي لونين ما يميز بيناتهن, اكتب الاسم الاول والاسم الثاني وكلار بلايندنس, يعني مو فد شيء سوفيستيكيتد معقد. طيب التريتمنت يقول لي اني لحد الان تريتمنت واضح ما لقينا لها, نو تريتمنت اوكي بس ايش لقوا؟ بوت فلترز او كونتاكت لينسز, عدسات كان بي يوز تو انهانس برايتنس اوف كلرز ات ورك. يعني لقوا فد عدسات فلاتر ممكن تحسن لي البرايتنس مال الكلرز, بس علاج هيك 100% ما لقوا. Research is underway for genetic therapy. يردون يعالجونها من يا جانب, من جانب الوراثة. Okay, genetic therapy. تجربة مالتنا شنو؟ Objective: to differentiate between subjects with normal and abnormal color vision. شلون ميز هذا الشخص عنده color, عنده normal color vision, لو هذا عنده abnormal color vision يعني عنده color blindness. راح نشوف هاي التجربة. أحتاج بها subject أجرب عليه. وليشارة ايش اسمها ليشارة يا ربي اي هاي ليشارة ما ادري شنو اسمها اي تيهت لفظها هاي اللي اقيس بها. طيب البروسيجر, ذا سبجكت از اسكت تو ريد ذا فيجر ان ذا الشهارة بليت. مثلا هنا 24 اعتقد هنا 6 هسه يطلع عندي كلام بلايندنس, هاي 42 هاي اعتقد 8 وهاي 12. والله هاي سهلة بس لان اللي بقية يعني هاي. وهاي هي خلصت هاي المحاضرة, كملت كل اللي بيها. محاضرة سهلة وبسيطة, ونلتقي بتجربة ثانية ان شاء الله تعالى. الى اللقاء.